لا يزال معبر رفح من الجانب المصري مفتوحا، ولكن سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعبر من الجانب الفلسطيني تحول دون دخول المساعدات لسكان القطاع. المزيد عن الوضع عند معبر رفح يطلعنا عليه كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية. ننقل لكم فتح هذه البوابة التي ما زالت مفتوحة منذ بدء العدوان الغاشم على الأشقاء في قطاع غزة، وتحديدا منذ بداية الهجمات الوحشية على رفح الفلسطينية واحتلال قوات الاحتلال لمعبر رفح الفلسطيني، والقصف العشوائي ما زال مستمر سواء كان بالمدفعية أو بالطيران أو حتى الاشتباكات التي نسمعها هنا من أمام البوابة. كل هذه الخطوات التي مضت من احتلال معبر رفح الفلسطيني والاشتباكات داخل مدينة رفح الفلسطينية تمنع دخول المساعدات الإغاثية وتصعب دخول هذه المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة. هذا لا يمنع استمرار فتح هذه البوابة المصرية أمام المساعدات الإغاثية، ولكن يتم منعها من الناحية الأخرى. هذه المساعدات مستقرة في مدينتي العريش ورفح على جانبي الطرق وفي الأماكن اللوجستية المختلفة التي تم تحديدها للحفاظ على هذه المساعدات الإغاثية من مواد غذائية، مستلزمات طبية، مواد إعاشية مثل الخيام، كل هذه في انتظار الدخول. بالطبع طوال هذه الفترة كل هذه المساعدات كانت متوقفة لأكثر من أسبوعين حتى الآن. كل هذه المساعدات جزء كبير منها من المعرض أن يتعرض للتلف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لذلك مصر حملت الجانب الآخر قوات الاحتلال مسؤولية الكارثة الإنسانية التي تحدث هناك ومسؤولية أيضا استمرار هذا الإغلاق، مما يؤثر ويؤدي إلى ازدياد المجاعة في قطاع غزة وتحديدا في رفح وشمال قطاع غزة. نتحدث أيضا عن استمرار لوقوف لسيارات الإسعاف متأهبة لنقل المصابين الأشقاء إلى المستشفيات المصرية، إلا أن قوات الاحتلال أيضا تمنع خروج المصابين من الأشقاء في قطاع غزة. هذا بالتزامن مع بعض الإشاعات و الأكاذيب التي استخدمتها بعض وسائل الإعلام وأيضا الاتهامات التي وجهتها قوات الاحتلال أو دولة الاحتلال لمصر بأنها هي من تمنع هذه المساعدات وهي من تعرقل الصفقة، إلا أن هذه البوابة دائما مفتوحة والمساعدات التي نرصدها يوميا متواجدة. هذا هو خير دليل على أن هناك إشاعات يتم تلفيقها إلى مصر. هذه النقطة. النقطة الثانية أيضا، مصر ما زالت مستمرة في المفاوضات المختلفة ولم تتوقف عن المفاوضات مع جميع الأطراف من أجل التخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة وأيضا الوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار. هذه هي الصورة من العريش ورفح، ننقلها لكم يوميا، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.